في المجال الحقوقي جرى اليوم بالرباط تسليم الجزء الأول من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب، يضم 17362 ملفا تم العمل على تصنيفها في 1239 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. المبادرة تندرج في إطار ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان شهر فبراير الماضي. حسناء بن جابي ويسلم عزي. نظرا للقيمة الرمزية والقانونية والتاريخية العالية للأرشيفات التي أنتجتها هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة، ووعيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأهمية، قام بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب. وستوضع هذه الوثائق تدريجيا رهن تصرف المؤرخين المغاربة والباحثين في مجال العلوم الإنسانية لتعميق التحليل التاريخي لتطور مسار حقوق الإنسان في المغرب. بالنسبة لكل الشعوب ليس هنالك مستقبل دون أرشيف. الأرشيف هو يعني ضمان شفافية الدولة وضمان كذلك إمكانية الولوج للحقوق عن طريق هذا الأرشيف، وكذلك يعني إمكانية بناء دولة عصرية يعني وكذلك المساهمة في التنمية. هذه مهمة جدا لأنها قطيعة مع ما كان يلف الأرشيف بالأمس من سرية وكتمان. الآن هنالك من الشفافية ما يجعل المغرب في ميدان الأرشيف يدخل طورا جديدا. تهدف الندوة أساسا إلى تبادل وتقاسم الخبرات بين خبراء الأرشيف والمهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ليتناولوا بالبحث طرق جمع الأرشيفات ومعالجتها وحفظها. الجزء الأول من هذا الأرشيف الذي سيكون في حقيقته مكتبة كبرى للباحثين والمؤرخين سواء المغاربة أو غيرهم ممن يرغبون في معرفة التاريخ المغربي الحاضري والماضي البعيد وكذلك أيضا الماضي القريب. هذه الندوة شكلت فرصة لاستعراض مختلف التجارب الدولية في هذا المجال وتناولها بمقاربة قائمة على المقارنة.